قلت لك يا صاحبي، قلت لك وحذرتك يا ميشو. شو بك؟ انت لسه خايف يا نور؟ مش قصة خايف، انا ماني خايف صديقي، انا خايف عليك. بعدين على فكرة الشرطة اللبنانية عم تفتش عليك. بعدين ليك انا كم مرة صرت قايل لك انه انا بحب مصر وبحب اهلها واهرامتها وخان خليلها ورملها وكل حاجة فيها. وبتصدق انا لما تعرفت عليك حبيت مصر اكثر. والله انا حبيتك اكثر. قول لي بس يا نور، مفيش اخبار جديدة؟ طبعا في. امال وانا جاي لهون لشوف؟ وساكت من الصبح يا نور، اتكلم بسرعة. شوف يا صديقي، هذا الزلم اللي عم تدور عليه واللي اسمه توفيق، حسب ما دقدست وفتشت وتحريت تبين معي انه مستأجر شقة بالحي الجنوبي وعم يتردد عليها من الوقت للتاني. يا ابن الايه، يبقى بقى اكيد المكان ده هو اللي مخبي فيه الماسة. بس انت عرفت المعلومة دي منين؟ جرى ايه يا ميشو؟ نحنا برضو مقطعين السمكة وديلها، ده نحنا جامدين اوي 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 يا برنس. يبقى انا بقى نور لازم اكون موجود قدام المكتب الليلاتي، لان توفيق اكيد لي ان هيبيع المسا بكره ولازم يروح هناك علشان يجس. شو الحكايه ده؟ يعني بتضلك داشر على الطرقات بعد انصاص الليله؟ ما بيصير هالحكي، قوم مشي معي. لا 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 لا. شو لا لا لا؟ طب اذا هيك انا يعني انا حروح معك، انا حروح معك. شو لا رأيك؟ نور هتيجي معايا فين بس؟ انت كتر الف خيرك، يعني انت عملت الواجب وزياده معايا. وبعدين ما تنساش يا اخي انك لسه عريس جديد والميعاد كده اتاخر. روح انت وما تقلقش عليا. قولتك هيك فرجيني لتشوف. ايه اتاخر والله، معك حق، بس ليك ما بدي وصيك، انتبه على حالك. ما دام الوقت صار هالقد لازم نروح عند المدام. انا يلا بالاذن. نور استنى، انت ايه ما صدقت؟ فين العنوان يا ابني؟ بتصدي سهي عم بيري، هذا العنوان. ما بدي ارجع اذكرك، انتبه على حالك وطمني عنك. سامع؟ يلا بالاذن. طيب عاوز اشوفكم، وحشتوني. ايه ده؟ ايه؟ ايوه يا حبايبي يا حلوين، وحشتوني وحشتوني قوي قوي قوي. طبعا انتوا عارفين يا شقه عمري ان انا كنت مخليكم عشان العمليه الكبيره. العمليه الكبيره وقتها جه، فما تزعلوش مني، هاخد منكم شويه صغننه بس وعدي من السيد الحاوي لحبايبه الحلوين ان انا هرجع بقى الشويه دول ملايين. بس كفايه كده، وشويه الفكه دول بقى حلوين، بس حلوين قوي قوي. يلا دفوا بعض بقى. سيبك بقى من التفاهات اللي بتعملها دي وركز معايا. عاوزك، دي مش تفاهات يا سيد، لا ده لقاء المفكرين هنا
في صالون أنس الثقافي لتداول الفكر والآراء. اللي انت بتقوله ده هو اللي مخليك دايما ورا. انا فعلا ورا، بس ورا الحق. فازلك بقى بالبقين اللي انت حافظهم دول ومحفظهم للواد فطين. اسره، انت جاي عايز ايه دلوقتي يا سيد؟ انا هتجوز يا انس. طيب يا سيدي مبروك. ومالك بتقولها من غير نفسي قوي كده ليه؟ يعني عايزني اقولها لك ازاي يعني؟ ارقص وانا بقولها يعني؟ تصدق فكره؟ يا ريت ترقص يا انس. والله انا من زمان نفسي اشوفك وانت بترقص، نفسي ادخل عليك مره ليك بترقص كده زينا كده. فك يا عم انس، فك فك، ارقص، لازم ترقص. عارف ليه؟ لان الجوازه المره دي غير كل الجوازات اللي فاتت. جوازه محترمه، محترمه قوي يا انس، هتنقلني نقله لفوق. ربنا يتمم بخير يا سيدي. خد يا انس امسك. لا معايا والحمد لله. دول مش عشانك، دول عشان تنزل تجيب لك بدله محترمه، بدله فخيمه شيك بدل البدل المعفنه اللي عندك، عشان تشرف اخوك وانا بعرفك على العروسه. يعني هي البدله الجديده هي اللي هتشرفك؟ خلي فلوسك معاك، انا هشتري بدله جديده من معايا. ماشي، على العموم لو احتجت اي حاجه ما تكسبش مني، ما تنساش ان انا اخوك الكبير. عمري ما نسيت، بس انت الظاهر اللي بتنسى ان انا اخوك الصغير، بدليل انك عمرك ما سالتني وقلت لي انت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي يا انس. عكن عليا بقى، عكن عليا يا انس وانا مبسوط. لا يا سيدي خلاص، الف مبروك. وبسلم لي على اصحابك الصيع اللي بيقعدوا يقولوا كلام مش مفهوم دول. ما تقولش عليهم صيع. لا صيع. ما تقولش صيع. صيع مش صيع، مفكرين وادباء. متحميش قوي كده يا اخوي، متحميش. خلاص بجهز الكاميرا بتاعتك عشان تصور صور الفرح. يا ولاد بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس، والدعوة عامة وهتبقى لامة. يا ولاد بلدنا يوم الخميس. ياما ايه ده؟ السلام عليكم. ايه ده؟ وعليكم السلام. يا نهار اسود منيل، يا دي الخرامك ده كله. ايه ده؟ ايه يا صاحبي؟ كنش صاحبك الجديد هو اللي عمل فيك كده؟ ما انت يا لا لا يا روكا كلبه. ايه روكا كلبه؟ يا حبيبي لو انت يا اخويا خلصت على كل البني ادمين ودخلت على الكلاب. مالكش دعوه بيه يا سيد، سيبه. تعال شوف عامل ازاي. يفكرني يفكرني. يا ولاد بلدنا يوم الخميس والدعوه. السلام عليكم يا عم. سلام يا سيدي. ايه يا فطين، ايه اللي عمل فيك كده؟ الكلب روقتني يا عم. يا راجل بقى، ما الافكار اللي زيك هي اللي صنعت الانانيه والملكيه الفرديه. اللي معاه فلوس يتعالج وياخد مصل اتش 1 ان 1، واللي ما معهوش يموت. فكر اللي زيك هو اللي قتل الطموح عند الشباب، عايزين بدون اي مجهود تجي لهم كل حاجه على الجاهز. يا جماعه يا جماعه صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. النبي استوى. يا استاذ عبد العليم، النابت لسه ما استواش، لما يستوي انا هبقى صحيك نام. منورين يا اساتذه. انا اتحداك انك تطلع لي واحد بس من العامه خد المصل. وانا اتحداك انك تقدر تجيب المصل اصلا. من فضلك لو سمحت. اهدم 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 وحد الله. لا اله الا الله. انا من رايي ناخد فاصل نشرب فيه الشاي. اهو ده الكلام. منورين منورين. ايه رايك بقى في الجزء الاول من المناقشه؟ لا حاجه يا عم انس، ممتعه ورائعه جدا جدا جدا. الراي والراي الاخر والحريه مكفوله للجميع. أيوة. هي دي الديمقراطيه. نابت
النابت استوى؟ يا استاذ عبد العليم النابت لسه ما استواش، انا لما يستوي انا هصحيك بنفسي. يلا نام. منورين يا اساتذه. ايه رايكم في فتره الفاصل نسمع حاجه؟ ايوه يا عم انس، ايوه هي دي. يا ريت بقى الاستاذ حسين يسمع لنا القصيده اللي هي اخر قصيده كتبها لنا دي اللي بيسمعها لنا كل مره. اصل الواحد نفسه يسمعها قوي يا استاذ حسين والله. بس كده؟ بس طلب زي ده يحتاج سندوتش حلاوه بالقشطه. يا سلام سندوتشين كمان. حد عايز حاجه تانية؟ يا ريت عصير توت لو سمحت. عينيا حاضر. والاستاذ احمد التمر بتاعه مش كده؟ مظبوط مظبوط يا استاذ فطين. يا اهلا اهلا. والاستاذ عبد العليم النابي رغيف العيش أضنامي ولحم السيخ للخاصة. الله الله عليك يا أستاذ حسين. وكوب الشاي مغشوش وشاي الفتلة أبكاني وسكران بخمر أنساني ونوع الخمر انساني. انساني علشان انساك وتنساني رغيف العيش اضناني. الله 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 يا لالي يا لالي يا سلام كانت سهرة جميلة يا عم أنس والله. لا والأستاذ عبد العليم بقى إيه بعد النابت صح صح ويجلع. صوته جميل قوي. ميشو فين؟ انا ما شفتوش من ليله امبارح. انا قلقان عليه قوي قوي برضه عم انس على فكره، بس انا لما سالت بنبوني عليه قال انه في مصلحه. ربنا يستر. تصدق انه وحشني؟ وانا كمان وحشني قوي. يا ترى انت فين يا ميشو؟
سامحني يا نور، انا السبب في اللي حصل لك ده. ما تقول الحكي يا ابو الميش، انا بديك انك انت اللي تسامحني. ليه؟ انت قلت حاجه؟ قلت ايه؟ ما كان قصدي وعيت عيوني على انا، ما كان قصدي قلن ولا شيء، بس كل واحد ايده على قدامه خبرته كل شيء. خلاص خلاص خلاص، يعني عرفوا معاد الطيارة بتاعتي. ومش بس هيك، كمان عرفوا موضوع الالماسة، ما خبيتش علي ولا كل واحد هيك في الحرم. ما خبيتش شيء ولا يهمك، ما تخافش. كنت عارف انك حتقلي هالشي. شو ناوي تعمل هلا ابو الميش؟ نور انا كنت عايزك في موضوع لوحدنا. محاسن، اذا في مجال جيبين لك كبيتين لمناضة يكونوا مسقعين لانه طقطق قلبنا كده. معانا خدي وقتك. شوفي شو ناوي تعمل. تعرف تتصرف لي في مسدس؟ مسدس؟ ليش يا صاحبي؟ هرجع لك حقك. عن جد عم تحكي؟ حبيب قلبي حبيب قلبي، الله بعت لي اياك من السماء، الله بعت لي اياك. ايه بعرف تتصرف؟ عندي فرد هون هو قديم شوي بس بيشتغل. عندك فرد هون وقديم شوية وبيشتغل وبتسيبهم يعملوا فيك كده؟ غدروني ولاد الكلب، غدروني، طبوا علي تلاتي مع بعضهم. بس ما تقلقش يا نور، حقك هيرجع لك. اشوف وشك بخير. ابو الميش انتبه على حالك. ليك ميشو بدلك شي. امين امين، يسلم لي على مصر وعلى اهل مصر الطيبين واحد واحد، وعلى خان الخليلي وعلى الاهرامات وعلى كل رمله بالاهرامات، على كل شيء. انا طول عمري اتمنى اروح على مصر، بحبها كتير لمصر. انا الجزمه دي في منها مقاسي؟